ننتقل الآن مشاهدينا إلى الجزائر. صابر زيوش شاب جزائري يعمل على صناعة وإنتاج سيارات صغيرة الحجم، وتمكن إلى اليوم من صناعة عدد منها وبيعها. يعمل صابر لأشهر طويلة على صناعة هذه السيارات مستفيدا من خبرته وحبه لميكانيك السيارات، وبمساعدة عدد من أصدقائه تمكن صابر من إنتاج سيارة آمنة تصل سرعتها إلى 75 كيلومتر في الساعة. إلى الجزائر في هذا التقرير. المشروع هذا بديته في جانفي 2017 وكملته في جويليا اوت 2017. راح هي 7 شهور ولا 8 شهور باقي من العمل والمثابره باش كملنا المشروع هذا. ننتجوا كما نقولوا سيارات محليه هنا في بلادنا وبسعر ارخص بكثير يعني. بون الفكره كانت حكايه، مجرد حكايه برك هكذا بين الزملاء والاصدقاء، و كاين بزاف اللي قالوا لي ما كانش وما تقدرش ومن المستحيل ومن هذيك. انا الحمد لله ثابرت وقاومت بون السياره جميع يعني تقدر تقول معظم القطع اللي راهم هنا في السياره هذه حبيتهم يكونوا يعني من التراث يعني من القديم، فهمت؟ جاتني صعوبات يعني كبيره، كاين حوايج اسمها تقدر تقول تلقى حاجه تلقى قطعه لازم كيما نقولوا هنا تركبها في السياره هذه، تجيك صعوبه، فهمت؟ السياره هذه امنه يعني يقدر يستعملها اي انسان، تساعد في السيركيلاسيون، تساعد في لافيل هنا. الحجم صغير والموتور كيما نقولوا هنا مش ما يستهلكش بزاف الوقود والمرات. السرعه تاعها تتراوح يعني تلحق حتى 80 كيلومتر في الساعه. نقدر نطوروها ونديروا محرك اكبر وعجلات اكبر عادي، خلاص عادي جدا. خاصة كي تعشي السيارة الأولى، ما تعشي السيارة الأولى مش كيما بعثوا لي خلاص كي تحب نخدم كيما هذو 20 30 عادي في وقت زمني يعني صغير مش يعني. الحمد لله عندي إمكانيات قادر نخدم سيارات مثل كيما نقولوا قد الحجم، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة المعوقين. كي يكونوا الامكانيات مش راح تطول المده يعني باش نصنع سياره مثل هذه، ما تطولش ما تحكمش خلاص يعني، نقدر في مده 10 ايام 12 يوم نخلص السياره. الناس يشوفوا السياره يفرحوا يعني، بالعكس يفرحوا كي يشوفوا منتوج هكذا. من بكري هو يحب يخنتش، من بكري هو يحب يموت يختار، يحب يموت في حوايج، يحب عنده طموحات باش يطور، راك فاهم كيف؟ والحمد لله راه في تطور انجاز ولا بروف راك تشوفوا فيها. دام صاحب المشروع تاعو لانه عنده طموحات ينجم يدير اكثر من حوايج اللي راهي ينتج فيها كيما هذه الطوموبيل، فاهم كيفاش؟ الامنيه تاعي نطلب من المستثمرين هذو مصنعين السيارات هنا في البلاد المحليه في الجزائر، نقول لهم باللي راهي مش غير انا كي صنعت هذه السياره، كاين بزاف كفاءات مخبيين وما بانوش وبالك عندهم عوائق اكثر من اللي عندي انا، يعني كنا نقدروا نبرزوهم.